بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله توكلنا على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. النهارده أنا هوريكم الشغل اللي جاي بعد العيد مباشرة، أول فرشة شغل بعد العيد على طول. هيبقى الأسعار هتبدأ من أول 180 و230 250 260 270 300 350 360 370. أول سعر هنبدأ بـ 180. من دريس زي ده كده جبناه سعر عامل 180 نصين، يلبس 85، 80 كيلو. في منه ألوان، في منه اللون ده، في منه النبيتي، وفي منه المستردة، وفي منه الكافيه. بعد كده الموديل ده تكرار جبناه ونزلناه تاني عامل 180 من ادريس استك من على الوسط، شوفون كله، في موديل شوفون كمان زي ده سعر عامل 180، يلبس 80 85 كيلو. في منه اللون اللي هو التركواز دوت والاحمر، وفي منه درجة أحمر فوضى حاجة تانية برضك شيفون، 80 85 كيلو. دوت تكرار برضك عامل 180، يلبس 80 85 كيلو. في برضك زي ده لجبناه المرة دي، ده شيفون تلبيسة من تحت، تطريز من على الصدر والظهر والكنار كله بالكامل، دانتيل خامة دانتيل عامل 180، يلبس 80 85 كيلو. موديل اللي زي ده يلبس 80 85 كيلو. الخامة بتاعتها سكوبا بحزام، في منه اللون دوت واللون الكشمير والابيض في اسمر اللي زي ده. نفس الخامس كوبا بتلبس 80 85 كيلو. كروهات في منه الدرجة ديت والدرجة دي، ده اللي احنا قررناه كذا مرة على فكرة، شغال معانا كويس في التلبيس، مريح والخامة بتاعته مريحة. في منه على الرسمة ديت، يعني الرسمة الكراهات ديت والرسمة ديت، وفي منه على الثلاث زراير من على الصدر والبليسيم عند الديل. دولت أسعار، ده سعر 180. أنا بقرر لكم لحد دلوقتي ده كده 180، ده 180 برضك بليسمن على الديل، الخمس كوبا. في موديل زي ده 180 برضك، زرار كاملة بالطول كلها زي التونيك كده، ممكن ينفع يتلبس جاردن. لبس 80 85 كيلو، سعر عامل 180. كل السعر كل دوت سعر 180. لما بقول لكم سعر 180، في زي دوت فاضل له نصين كروات، في منه الدرجة ديت وفي منه الدرجة الرصاص ديت. واللون النبيتي برضك وزن 80 85 كيلو. في منه رسمة الكروات ديت وفي منه رسمة القرارات برضك بس صغير، في عريض وفي صغير، في الرسمة دي والرسمة دي. الموديل ده تكرار باستمرار، سعر عامل 180، وفي منه سعر تاني عامل
230 هوري لكم، بس بيلبس مقاس بقى اوسع للناس اللي كانت بتبقى عاوزه المقاس الكبير وما بتلاقيهوش دلوقتي. لا في منه مقاس كبير، في منه الدرجه دي، والنبيتي والكشمير. في اسكال زي ده جالنا برضك سعر عامل 180. النصين دوت في منه الوان، في منه فيروزي وفي منه اسمر وفي منه نبيتي ومستردة وكحلي، في كذا لون من الاسدال النصين ده، وفي ملحفة، في اسدال ملحفة زي ده كده، ده نوع تاني برضه لبس اي مقاس. كل السعر اللي انا بقوله لكم ده لحد دلوقتي كده 180. بتكرار هبدأ لكم بقى بسعر 230. سعر 230 في كذا برضك موديل كده بنتفرج معاه على بعض كده، في زي ده لبس 80 85 كيلو. العباية الرياضية بألوانها، جه منها النبيتي والمستردة واللون الفيروزي واللون الكشمير. عاملة 230. في عباية زيادية شداد من على الصدر، شريط من قدام ومن الخلف، من على الظهر ومن على الديل برضك بالدوران كله، عاملة 230. موديل كمان زي ده اسمر، فاسمر بليسيه. قربها لكم شويه عشان بس انا عارف ان الاسمر ما ظهرش في الكاميرا كويس. عامله 230. في منها على الوان زي كده برضك نفس النظام بليسيه 230. حاجة زي كده عاملة 230 برضك، وزن 85 كيلو. وفي حاجة زي كده أسمر فأسمر، بس دي تلبس بقى فوق ال 90 على 90 95 100 كيلو. أسمر فأسمر شغل تدريس من على الكم، فلة من على الكم، فلة من على الصدر. العبايه دي جميلة جدا. اسمر فاسمر تلبس لحد 100 كيلو 110. الشغل بتاعها كله بالطول من هنا ومن هنا، وسوسته صغيره من قدام كده، وجبال بردك من عند الكم كده باسترس خفيف. عامله 230. ده اللي ما بنمنعوش خالص، سعره عامل 230. منه الدرجة ديت والاسمر خالص، ونزل منه على طرهات زي ده. كل ده سعر 230. 180 خلصناه. درجة تانية برضه كانت اللي فيروزي، الدرجة دي كشمير. موديل شبيه ابو 180 اللي هو العباية اللي بتبقى مفتوحة من تحت ديت، بس رسمة تانية بخامة تانية، ده عامل 230. موديل تاني ومصنع تاني. ده
ده سعر بقى 250، ده اللي انا قلت حضراتكم عليه، اللي هو بيلبس مقاسه يلبس لحد مثلا 110 كيلو، مش جاي منه رصاصي بس، غوامق بس، عامل 250. ده سعر 250، 230 خلاص، ده سعر 250 اللي انا بقول لكم فيه ده. وفي اللي هو التايجر ده، في حاجة زي كده قطعتين، القطعة اللي تحت في زون كات عاملة 250، في منه اللون دوت، وفي منه اللون العسلي دوت، بدأت فصمة والعسلي ده شغل بردك على قد الايد، مش غالي قوي بردك، ومناسب في الاوزان بردك، 85 80 كيلو 90 100 كيلو، في حاجه زي كده بقى. الشغل اللي انا هقول لكم ده حرير عامل 250، حرير عامل 250، حاجه زي كده لبس لحد 100 كيلو، سعرها عامل 250. في حاجه كمان زي دي، خمسة وتمانين 80 كيلو، خامتها بردك حرير عاملة 250. في موديل زي ده كمان نصين، موديل ده يلبس مثلا لحد 110، لحد 110 كيلو، في من في الدرجة ديت اسمر، في العسل دوت واسمر عامل 250. في موديل زي ده ستان، الثوم بتاعه هو ميتين وخمسين. في ملحفة زي كده، ملحفة ألوان هوريكم منها برضك، في ملحفة نوع ملحفة تانية هوريكم برضك، لبس لحد 120 كيلو عاملة 250، الخامة حرير. موديل زي اللي احنا كنا شايفينه من شوية بسعر 250، بتلبس لحد 100 كيلو، 95 100 كيلو، 95 90 85 عاملة 250. في حاجة زي كمان زي كده نازلة على رسمتين، الرسمة اللي أنا وريتها لكم دي، ورسمة كمان زي كده اللي هي الدواير دي، خامة حرير، الخامة حرير 250، الخامة حرير، ملحفة زي ديت عاملة 250، تلبس لحد 120 كيلو، وخامة حرير 250. خش على السعر بعده زي سعر 250، 270 زي كده، قط في منه اللبن اسمر ده، وفي منه الطايجر سعر 270، في نفس الموديل بس نازل على الطايجة، البلورو اللي فوق اسمر، الثاني البلورو بتاعه كان ابيض، فابيض فاسمر، ده بلورو اسمر في تايجر عامل 270. في زي كده الناس اللي بتبقى طويلة شوية، لا دي طولها بسم الله ما شاء الله، يعني العباية دي عاملة 270، منها الستان اللي زي ده
270 العباية المغربي تكرار تاني، منها مقاس الكبير ومقاس صغير، مقاس الكبير بتاعها بيلبس لحد 130، مش مبالغة، بس هوريكم مقاسها دوت. المقاس الصغير، المقاس الصغير بتاعها برضك كويس. دوت المقاس التاني، دي المقاس الكبير، شوف المقاس بتاعها قد ايه، يكون بتاعها واسع مريح، عاملة 270. في ايه تاني؟ ادي كده اللي ورا ديت. لا لا لا، طيب 650 تمام. دي التكرار سعرها بقى دلوقتي 350. العبايه اللي بتيجي ما بتقعدش، نصوص تبطوه. هات العبايه اللي هي ديت الحرام دي، ايوه دي سعرها دلوقتي عامل 370. طبعا مش هنمنحها لانها مطلوبة باستمرار. زمنا اسمر فاسمر خالص، والكبسولة اللي زي ما هي اللي احنا شغالين فيها اللي هي السادة خالص عاملة 370. هاتلنا بقى اللي هي زي اللي هي النصين، النصين والمحبة. الملحفة العقل، الملحفة العقل اللي احنا شغالين فيها على طول وبنجيبها باستمرار، مطلوبة باستمرار، عاملة 370. وادي العباية من الصين، اللي بتلبس لحد 120 كيلو. سعرها عامل 370. كده انا خلصت الشغل اللي جالي الاسبوع دوت، يعني اللي جالي اليومين دول. باذن الله بامر الله اول ما هجيب شغل جديد برضك هروح جاي برضك مصوره وموريهولكم، وتنورونا وتشرفونا في اي وقت انتوا تحبوه. السلام عليكم.